بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام هو أبو الحسن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام. ولد في 11 من ذي القعدة سنة 148 وقيل سنة 153، أما وفاته في 17 من صفر سنة 203 للهجرة في ملك المأمون العباسي وعمره الشريف 55 سنة، ودفن في مدينة تونس، وقد نص عليه أبوه بالإمامة، وكان عليه السلام أفضل الناس في زمانه وأعلمهم وأتقاهم وأزهدهم وأعبدهم وأحسنهم أخلاقا، وكان يجلس في حرم النبي صلى الله عليه وآله في الروضة والعلماء في المسجد، فإذا عي أحد منهم عن مسألة أشاروا إليه لأجمعهم وبعثوا إليه بالمسائل فيجيب عنه، وقد جمع له المأمون جماعة من الفقهاء في مجالس متعددة فيناظرهم ويغلبهم حتى أقر علماء زمانه له بالفضل. وكان والده موسى بن جعفر عليه السلام يقول لبنيه وأهل بيته: هذا عالم آل محمد. وقد جمع بعض أصحابه 15 ألف مسألة من المسائل التي سئل عنها الرضا عليه السلام وأجاب عنها كلها. ولما وصل النيسابور إن ذهابه من الحجاز إلى مر عاصمة خراسان سابقا التمس من أهالي نيسابور أن يحدثهم وأخرج رأسه وقال: لما وافى أبو الحسن عليه السلام بنيسابور وأراد أن يخرج منها إلى المأمون اجتمع إليه أصحاب هذه المدينة وقالوا له: يا ابن رسول الله، ترحل عنا ولا تحدثنا بحديث فنستفيده منه. وقال: سمعت أبي موسى بن جعفر يقول سمعت أبي محمد بن علي يقول سمعت أبي علي بن الحسين بن أبي علي بن أبي طالب عليه السلام يقول سمعت أبي الحسين بن علي بن أبي طالب يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول سمعت جبرائيل يقول سمعت الله جل جلاله يقول لا إله إلا الله حصني فمن دخل حصني أمن من عذابي. قال الراوي: فلما مرت الراحلة نادانا بشرطها وبشروطها وأنا من شروطها. وهذا الحديث سمى حديث سلسلة الذهب، ومن مكارم أخلاقه عليه السلام أنه ما جفى أحدا بكلامه ولا قطع على أحد كلامه وما رد أحدا في حاجة يقدر عليها، وكان يقول لخدمه إذا جلس معهم وكان يأكل مع خدمه حتى البواب والسائس، وكان يقول لهم: إذا قمت على رؤوسكم وأنتم تأكلون فلا تقوموا حتى تفرغوا. وكان المعاصر له من خلفاء بني العباس المأمون الذي جعل الإمام الرضا عليه السلام وليا لعهده مكرها حتى بلغ حدود التهديد بالقتل، وعرف الناس منه ذلك، حيث كان كارها لعلمه بأن المأمون لم يكن جادا في كل ما يتظاهر به من الحب والولاء والعطف على العلويين،
بل كان يتستر بكل ذلك، يحصل على مكاسب يستفيد منها هو وأسرته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.